شوفوا زوينه هذه ثقيله البنات بالنسبه للبغرير زوينه هاد الكريبيغ هذه البنات الا خديتوها ما غاديش تندموا عليها نهائيا زوينه زوينه عرفتوا كدير لي كريب واعرين. السلام عليكم كي دايرين البنات لاباس عليكم مرحبا بكم معايا مره اخرى هنايا في ليدل البنات انا مازال في ليدل كما قلت لكم في الفيديو السابق غادي ان شاء الله دابا نبارطاجي معكم الاريفاج اللي حاطين اليوم اللاندي الاثنين تنقول لكم بدايه اسبوع موفقه للجميع وحاطين هذا الشيء ديال المستلزمات ديال لا كوزين ديال الكوزينه غادي نبدا لكم بهذا الفوغ اميكرو اوند اللي كنت بارطاجيته معكم في واحد لا فيديو وكانت واحد الاخت خلات لي واحد الكومونتير قالت لي اسماء زوين زوين خديته وما ندمتش عليه ها هو البنات عاودوا جابوا هنايا في ليدل اللي بغاتو ها هو حاطينه كما كتشوفوا كنت بارطاجيته معكم كان حاطين في الكحل في النواغ وفي الكري وفي واحد اللون اخر دونك في الخضر في الفاخ وي واليوم جايبين غير في الكري بون بان لي غير الكري غادي نقول لكم الواتس ديالو فيها 700 واط دونك 700 واط والثمن ديالو 79 و 99 بحال 80 اورو الثمن ديالو بحال 80 اورو وثلاث سنين دائما 3 زون ديال كارونتي البنات غير هو خصكم تكارديو التيكيت كاس انا البنات فين ما كناخذ شي حاجه من هنا من ليدل كنكاردي الكارطون يعني لا بواط كتكاردي لا بواط وكندير فيها التيكيت كاس كنديرها لداخل باش اون سي جامي يعني خسرت ليا ولا ما كانتش مزيانه ولا هذا كترجع لي متي غومبورسيو لك الفلوس ديالك فوالا البنات هادشي اللي بغيت نقول لكم ها هو حطوا هنايا الميكرو اوند وكاين عاوتاني هاد الفريتوز هادي ديال هواء الطلق بون حاطينها البنات ثاني عاودوا حطوها هذه كتبان لي يمكن صغيره على اللي كانت قبل شحال هذه كانت كبيره هذه غير صغيره هذه راه ما تديروا فيها لا زيت لا حتى شي حاجه وانا ما مجرباهاش البنات ما خديتهاش ما كديروا فيها لا زيت لا حتى شي حاجه هي كتطيب لكم هكذا والبنات اللي مجربينها خليونا في التعاليق حنا كنستافدوا مع بعضياتنا واش اللي خداتها هنا من هنايا من ليدل وصدقت ليها مزيانه اولا ما صدقتش ليها مزيانه تخلى لنا في التعاليق فوالا شكرا لكم بون البنات اللي تيخليو ليا في التعاليق على شي حاجه هكا ديال ليدل واش مزيانه واش هذا شكرا لكم حنا يعني انا كنبارطاجي معاكم وما نكرهش يعني بحال كتخليو ليا لي كومونتير باش نستافدوا حيت كيدخلوا الناس كيقراو التعاليق باش كلشي يستافد بون انا كيعجبني هذا الشيء ديال ليدل صراحه انا الاغلبيه تناخذها من هنا من ليدل بون لو بري الثمن ديالها 34 و 99 بحال 35 اورو هاد الفريتوز هادي وهنايا جايبين عاوتاني هادي هادي الناس كتجيني انايا ثقيله عرفتو كيبغيوها الكبر بزاف تيخدموا بها حنايا ما تتصدقش لينا عرفتو ثقيله 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 بزاف هي تطيبوا فيها انا كنشوف الكبر بزاف تيطيبوا فيها تيستعملوهم بزاف 22 و 99 فانتوك ولكن ثقيله يا البنات ثقيله هي كطيب لكم زوين ولكن يمكن كتعطل لكم في الطياب كاينه في الكحل وكاينه في الغوج وكاينه عاوتاني هذه يعني اللي هاد لاباري اللي كطيب لكم البيض الكتريك هي كتخدم بالضو وي الكتريك وي كتخدم بالضو هذه فيها واحد لابريز بون ما لقيتش وحده محلوله نوريها لكم بون البنات انا حليتها وغادي نعاود نرجعها لهم ها هو البريز ديالها شفتوا ها هو الخيط ديالها ديال الضو دونك كتخدم بالضو كطيب لكم البيض عادي انا اختي نرجعها لهم بلاصتها تقول لي ما كترجعش اسماء الحوايج لبلاصتهم انا اصلا فين ما كنبغي فين ما كنبارطاجي معكم تنقول لكم شوفوا الناس الله يهديهم تيخليو هذا الشيء مخسر انا تنبغي نرجع كل حاجه نرجع لهم بلاصتها باش ما تبقاش يعني هكا الله يحسن العوان انت ما مساكن تيخدموا بون كما كتشوفوا كتهز لكم شحال من البيضه نقول لكم شحال من البيضه كتهز هادي بون كتهز 6 ديال البيضات وكتخدم بالضو دغيا كتسلق لكم هكا كما قلت لكم البيض 14 اورو 99 14.99 كاينه هاد لاباري هادي حتى هي اللي راه كنت صورتها لكم بالنسبه لهكا بغيتو تصايبوا هاد الشيء ديال الفواكه الجافه في الدار ديالكم كما كتشوفوا تقدروا تيبسوا هاد المشماش الشريحه التمر اي حاجه كما قلت لكم الناس كيخدموا بها حتى لي شيبس لوليداتهم في الدار ديالهم انا بصراحه غادي ناخذ ان شاء الله شي وحده ونجرب فيها لي شيبس كتخدموا داك الشيء في الدار ديالكم احسن يعني الشيبس ما تعرفوش اشنو كيخدموا باش كيخدموها باش عيك كيجي ولادنا وياكلوا هذاك الشيء راه ماشي صحي لهم ولكن احسن فحال هكا تخدموها كتقطعوا هي البطاطا دي ترونش رقاق وكتصافي وكتيبسوها هنا في هاد لاباغي هادي لو بري الثمن ديالها 27 و 99 هو جايبين عاوتاني هاد الكغاف هادي ديال هكا ديال لي فيلتر باش كتصفي لكم هكا الماء دونك 12 اورو 99 12.99 وجايبين حتى هاد ميني بويوار
هذا ديال الماء باش كتسخنوا هكا الماء عليه صغير، هذا صغير هكا اللي كتبغي بحال هذا النوع هذا صغار، الثمن ديالو 12 أورو و99. هنايا جايبين عاوتاني هادو شنو هما، غادي نقول لكم شنو هما هادو. وي هاد لي كارطوش هادو فيلتراسيون، هادو كي ديال لي فيلتر هكا ديال كيصفيو لكم يمكن الماء على ما اظن. مون فيهم ثلاثة، لو بري الثمن ديالهم هما البنات لقيتها محلولة هنايا، ماشي انا اللي حليتها، وما عرفتش كيفاش الاستعمال ديالها. 14 أورو و99. حاطين حتى هذا بحال هذا اللي وريتكم بويوغ ميني، كاين هكا في الفيغ وكاين في الكغي اللي هو الثمن ديالو 12 أورو و99. حاطين هاد لي بواط هادو، البنات كانوا واحد المرة داروا ليهم بروموسيون 3 أورو فيها 13 بياس، عرفتو زوينين نفعوني صراحة، كنت خديتهم من هنا من ليدل، فيها 13 زوينة هادي البنات، دايرين ليها الثمن ديالها 8 أورو و99، وكنت بارطاجيتها معاكم، داروا ليها لا بروموسيون غير ب 3 أورو. شوفوا لي هاد المقيلات هادو ديال أومليت زوينين، ولكن تقال بحال هذاك الموديل اللي وريتكم، وهي ثقيله هذه. بون هذه كتبان ليا لو بري الثمن ديالها 7 أورو و99. ديروا فيها لي زومليت زوينه، شتو ديروا فيها المقيله، اي حاجه اللي بغيتوا ديروا فيها تديروا فيها. وكاينين هادو حتى هما، بون هادو كما قلت لكم كيستعملوهم بزاف الكبر، كيكونوا ثقالات، شوفوا 44 و99، كتكون ثقيله ولكن كيطيبوا فيها هما بزاف، دجاج اي حاجه. لي بواط هادو، لي بواط حاطينهم هنايا، شنو حاطين هنايا ثاني؟ هاد الموبل، كاين هاد الموبل 54 دايرينو بالمقلوب. انا غادي معاكم ايطاب باغ ايطاب، بون هاديك ديجا بارطاجت معاكم. غادي ندورو لهاد الغيون هذا دونك هنايا. وي هادو انا غادي ناخذ نيت وحده منهم زوينه، كديروها تحت الكوزينه، ولكن عجبتني هادي اول مره غادي نلقاها. علاش؟ تتبقاو تقلبوها كيف ما بغيتو بالنسبه للضو، شتو كتقلبو على هاد الجهه، تقلبو على الفوق على التحت، زوينين هادو، كتغيكليهم على حسب الغيكلاج اللي بغيتو نتوما. دونك كاينه في الكري وكاينه في البلون، فيها ثلاثه 7 أورو و99، 7.99. هنايا جايبين الملابس الحوايج، هانتوما البنات جيت شويه بكري، كلشي مستف على حقه وطريقه. لي بونطالون 11.99، 11 أورو و99 ديال الرجال هادو، 11 أورو و99 زوينين، كيجيو زوينين في اللبسه هادو. كاينه عاوتاني في هذا اللون هذا، وهنايا لي تجين هادشي ديال الرجال لي تجين، لو بري الثمن ديالهم 13 أورو و99. شوفوا الشكل ديالهم زوينين، هاد لي تجين هادو دونك 13 أورو و99. لي بول 11 أورو و99 هادو. باردون. ايوا هنايا تاني غادي ندوزو هنايا لي سويت، هاد لي سويت هادو 13 أورو و99، 13.99. كاينين هاد لي جيلي هادو سون مونش على هاد الشكل، عرفتو سخيخنين من الداخل البنات هادو، الثمن ديالهم 19 أورو و99، 19.99. هنايا هادشي كامل هاد لي سويت، هنايا جايبين هاد لي بونطالون، هادشي كامل كيبان ليا ديال الرجال أوم. هاد لي بونطالون شوف الشكل ديالهم، فيهم جياب 13 أورو و99، كيجيو على هاد الشكل هذا، كاين في هاد اللون هذا في الفيغ ميني تيغ، وكاين في النواغ في الكحل. هنايا جايبين هاد الماس هادو، هاد لابواط هادي فيها الماس وفيها فيها هاد المقص هذا 8 أورو و99، يعني كتجي لابواط كاملة. هنايا هاد المغرفات هادو ديال العود اللي زوينين، ما يخسروش لكم هكا يعني الكاميلات والكوكوطات والبرامات، أورو 49 البنات، زوينين هادو ما تيخسروهمش لكم كما قلت لكم. هنايا حاطين لي بواط، حاطين كميه كبيره ديال لي بواط البنات هنايا، وهنايا حاطين هاد العصارات ديال الليمون البنات ولا لي زورونج، عرفتوا زوينه هذه كما قلت لكم، راه صورت عليكم ودائما تحطوا هنايا في ليدل 21 و99. عارفين جاي رمضان دابا، تنبغيو عواصر اختي، بارد يبرد لينا اختي القلب. 21 و99 البنات، الثمن ديالها راه كتخدم بالضو هذه، راه كتحطوا هنايا الاورونج وصافي، وكتهود لكم هكا، كتحطوا الكاس لتحت زوينه الصراحه. هما حاطين كميه كبيره الاخوات، عاودوا جابوا هاد لا ماشين هادي اكسبريسو، جايبينها البنات الثمن ديالها 79 و99، 79.99، كدير لكم دو طاس على هاد الشكل هذا. بون القهوه كتبان لي هنايا، ما عرفتش البنات واش القهوه كديروها، قولوا لي اللي شارياها تكتب لي في لي كومونتير الله يجزيكم بخير، واش كديروا فيها القهوه حبوب، ماشي ديال لي كابسول هادي، نورمالمون ماشي ديال لي كابسول، نو وي كتبان لي فيها القهوه. المهم ما كيفاش البنات تنهزها ونوريها لكم، كتبان لي فيها يمكن القهوه عاديه
كنديروا فيها القهوه عاديه. كاين هذوك اللي كنت وريتكم ديال الطو، كاينين هادو ديال فيهم الخيط، هذوك الاخرين بيني وبينكم عجبوني حيت عي كتجيو تلصقهم كيتخدموا غير بالحجر غير بلي بيل. حاطين هاد المقيلات هاد لي بوال هادو البغرير اختي البغرير شوفوا زوينه هادي ثقيله البنات بالنسبه للبغرير زوينه. 6.99 6.99 هادي ثقيله بالنسبه للبغرير هادو بلا هما اللي تيصدق فيهم البغرير كيجي زوين. حاطين هاد لي سويت هادو ديال لي في ديال البنيات 8.58 8.58 هادو شفتوا معايا البنات حاطينهم اون بروموسيون. ديري لكم بعد لي بروموسيون كيحطوهم هنايا في ليدل كيف ما كتشوفوا هنايا لي بودي كاين عاوتاني هاد لي بونطالون هادو بحالهم يعني الا بغيتوا ديروا لونسومبل هانتوما البنات البونطالون حاطينو 7.48 والفوقاني لو او حاطينو 8.58 باردون هانتوما الا بغيتوا ديروا هكا لونسومبل شتو لو بونطالون مع السويت. هنايا حاطين هاد لي مونطر هادو مع هادشي ديال لي براسلي هاد لي زاكسيسوار دونك فيهم 3 براسلي مع لا مونطر لو بري الثمن ديالهم 11.99. شوفوا لي هاد الموديل هذا زوينه كتجي على هاد الشكل هكا اللي هو الثمن ديالها 11.99. هنايا كاين عاوتاني هاد لي كينغ هادو شوفوا البنات 8.99. هنايا حاطين هاد لا بروس هادي ديال الشعر دونك تصايب لكم هكا بالنسبه للشعر دونك حاطينها بون ما عرفتش الثمن ديالها البنات هذه اللي كاين الثمن ديالها هذا الموديل هذا هذه كتبوكلي لكم هكا الشعر الا بغيتي تخدموا السامبل ولا كتقدروا تبوكليو به زوينه الثمن ديالها 24.99. حاطين حتى هاد الكريبيغ هادي البنات هاد الكريبيغ هادي الا خديتوها ما غاديش ندموا عليها نهائيا زوينه 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 بزاف بزاف. بالنسبه لي كريب عرفتو كديرهم لكم في رمشه العين وكديرهم كبار يعني قلتها لكم البنات في الفيديو السابقه كنت خديتها وما ندمتش عليها نهائيا زوينه البنات الثمن ديالها هادي 29.99 بحالها 30 أورو ولكن عرفتو غزاله في الساعه في رمشه عين كطيب لكم لي كريب فوالا. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا البنات بلي لايك والبارطاج خليت لكم راحه الله ومع فيديو قادم دائما جديد مع اختكم اسماء يلاه بالسلامه عليكم.